من داخل محطة محرم بيه الجديدة بقطار 300، قائد القطار وشاعر القطار خالد مكي بيصبح على السيد الفريق كامل الوزير ويرحب بيه وبرحب باللجان بتاعته، واحنا ان شاء الله باذن الله ملتزمين وسنظل معهدين لسيادتكم وخلفك وخلف القيادة السياسية حتى تكتمل مشروعاتكم العظيمة التي سيخلدها التاريخ وتتحاكي بها الأجيال، ونصبح على سيادة الفريق وعلى عليكم ونقول صباح الخير يا مصر من الصبح لحد العصر، على ناسك ونيلك وأهراماتك وسكك حديد مصر، عاشق ترابك وعمر ما سيبك لو هيجيبوا لي قصر، اللي يشرب من نيلك لازم يروح ويجيلك، السحر مش في المية السر في الحنية، وعشان بنحب بلدي غنيت لها أغنية، مصر بلد الأمان فحضنها من نام مذكورة في القرآن من ألف عام وعام، يا قاهرة يا منورة يا بلد الألف مأزمة، بتوحشينك وبتناديلك ولازم نشوفك لو مرة في السنة، بدون قسم عهدنا الله ثم عهدنا سيادتكم أن نحافظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة، ومن هنا كنا وما زلنا وسنبقى خلف سيادة الفريق كامل الوزير بكل أداء حتى تكتمل مشروعاتكم العظيمة التي سيخلدها التاريخ وتتحاكى بها الأجيال، هذه مصر التي يحبها كانت وما زالت وسيبقى القلب عرينا لحبها يدافع عنها حتى تعود لأمجادها، فسألت قلبي أكثر من مرة فأجاب إني أحبها، يا لها من سحر وجمال يعجى الشاعر القطار عن وصف جمالها، فهي مصر كريمة لضيوفها وقاهرة لأعدائها، من في الكون لا يحبها، إني أحبها إني أحبها إني أحبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.